الموت يغيب عازف الستار والملحن الهندي رافي شانكار بعد عقود من الفن والعطاء. مسيرة فنية امتدت لسنوات وألهمت الموسيقى العالمية، حيث أثر فن شانكار وأثر الفن عبر العالم، ما جعله جدير بلقب عراب الموسيقى. شانكار تمكن عبر سنوات من إيصال فن بلاده إلى العالمية. ما تمكنت من القيام به هو فقط الترويج وجعل موسيقانا مفهومة ومحبوبة وبطريقة سليمة. كانت هذه مهمتي وأنا سعيد جدا لكوني نجحت في القيام بذلك. شمعة سفير الإرث الثقافي الهندي انطفأت فجأة في مستشفى سان دييغو بكاليفورنيا. يذكر أن شانكار كان عضواً غير منتخب في مجلس الشيوخ بالبرلمان الهندي.